ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. متعة قاتلة، الحلقة الأولى. لم يكن في حياة عبد القادر الحر ما يثير الانتباه، فالرجل الذي يقف على حافة الكهولة يعمل سائقا لإحدى شركات كراء السيارات بمدينة الرباط، ولاستقامته والثقة التي تضعها فيه إدارة الشركة تم اختياره ليكون في خدمة زبون خليجي يلازمه ويقوده حيث ما شاء ووقت ما شاء، لم تكن المدة محددة. خلال الأسبوعين الأولين تنقل مع الزبون الخليجي بين مدن شتى. كان الزبون ولم يكن يعلم من اسمه إلا السيد سليم رجلا مرنا لم يكن بسيء المزاج، وكان السائق عبد القادر الحر يتفانى في خدمته، وقد تلقى من إدارة الشركة تعليمات واضحة ألا يتخلى عن السيارة وألا يترك المفاتيح للزبون ولو خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الفاتح من يوليوز من العام 2000، بعد أن قضى مساء السبت ويوم الأحد رفقة عائلته، حضر السائق عبد القادر صباحا في حدود الساعة 8 إلى الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون. كانت السيارة كما تركها مركونة في المرآب، تفقدها، أدار المحرك حتى تكون جاهزة للانطلاق عندما يحضر الزبون. بقي داخل السيارة لفترة، ثم خرج ليدخن سيجارة ثم سيجارة أخرى، ولكن الزبون الخليجي الذي عادة ما يصحو باكرا تأخر في الظهور. اقترب عبد القادر من باب الفيلا، كان مفتوحا، قرع الجرس، لا مجيب، أطل من الباب فلم يلحظ حركة، كان صمت ثقيل يخيم على المكان. اتصل عبد القادر بمدير شركة كراء السيارات وأخبره بما لاحظ. أمره المدير بدخول الفيلا لاستجلاء الأمر وأن يكون حذرا، فربما أصابت الرجل وعكة صحية أو لعله في حاجة إلى مساعدة. امتثل عبد القادر للأمر، تخطى الباب. لما تقدم باتجاه البهو لاحظ وجود غرفة مفتوحة، كانت شبه مظلمة، تراءى له وجود شخص على السرير. نادى: سيد سليم، سيد سليم. لا مجيب، لا حركة. تقدم أكثر نحو الفراش، صارت الصورة أوضح الآن. كان هناك على الفراش عاريا وبجانبه امرأة عارية، كان يسبحان في بركة من الدماء. ذهل السائق لما رآه، تراجع مسرعا، اتصل بمشغله وأبلغه بالأمر. في 11 ضحى رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة بالدائرة الثانية للأمن الوطني بالرباط. كان المتصل مدير شركة كراء السيارات يبلغ عما اكتشفه السائق عبد القادر الحر في الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون. بعد دقائق كان العميد في عين المكان مع بعض من مساعديه، وجد بالباب السائق عبد القادر، كان يبدو شاحبا لهول ما اكتشفه. دل العميد على الغرفة، كان هناك على الفراش، كان ميتين. بدا للعميد انهما تعرضا لعدة طعنات بأداة حادة. أبلغ العميد وكيل الملك وباشر المعاينة الأولية. لم يكن في الغرفة ولا في باقي مرافق البيت
ما يستدعي البقاء في الداخل. قام بجولة في حديقة الفيلا، اكتشف آثار عملية تسلق لسور الحديقة المطل على الشارع. قاده الأثر إلى استكشاف الجوار. من الواجهة الخارجية أيضا كانت هناك آثار تسلق الجدار، كما كانت هناك آثار عجلات سيارة كانت في المكان. في أرضية الحديقة كانت آثار أقدام. طلب تصوير الجثتين قبل رفعهما ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات لفحص أكثر دقة وللتشريح إن اقتضى الأمر. بعد أن تم نقل الجثتين، تسنى للعميد العثور على هاتف محمول كان تحت الوسادة. كان في ذاكرته آخر رقم اتصل به. وفي ملابس الرجل الخليجي اكتشف العميد وثيقة من إحدى الوكالات البنكية في اسم سليم أحمد صالح النجدي، تفيد بأن الرجل سحب قبل 3 أيام في 28 يونيو 2002 $5,000 أمريكي. حجز العميد تلك الوثيقة وباشر تفتيش ملابس المرأة. اكتشف بها بطاقة تعريف وطنية في اسم جميلة بداري، امرأة من الرباط من مواليد العام 80 900 و1000. أبلغ العميد رؤساءه بكل المعطيات التي توصل إليها. وجدت السلطات نفسها في مواجهة جريمة قتل أحد ضحاياها مواطن خليجي. لم تكن قد تبينت بعد جنسية القتيل سليم أحمد صالح النجدي، وإن كان اسم النجدي أوحى إلى بعض المحققين بأن الرجل قد يكون سعودي الجنسية. ما أن توصل والي أمن الرباط بتلك المعلومات حتى أمر بانتقال إحدى أهم الفرق الجنائية إلى عين المكان. استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين وقائد الفرقة الجنائية ونقل إليهما تعليمات والي الأمن. كان رئيس مصلحة الشرطة القضائية يبدو تحت ضغط شديد، ولذلك رأيناه يؤكد للضابط أحمد المنصوري أن الأمر يتطلب سرعة في إنجاز المهمة وأن يبلغه بكل تطور في هذه القضية دون إبطاء. أسرع الضابط ومعه 10 من أفراد فرقته إلى الفيلا الكائنة بحي الليمون. كان العميد رئيس الدائرة الثانية للشرطة في انتظارهم. وافى رئيس الفرقة الجنائية بما تسنى له الوصول إليه، الوثيقة البنكية وبطاقة التعريف الوطنية للمرأة والهاتف المحمول، كما دله على آثار تسلق جدار الفيلا من جهتي الشارع والداخل، وآثار الأقدام في أرضية الحديقة، ثم آثار عجلات السيارة التي كانت مركونة في المكان. سلم الضابط المنصوري الوثيقة البنكية أحد مساعديه وطلب منه أن يتوجه على الفور إلى الوكالة البنكية التي صدرت عنها تلك الوثيقة وأن يحصل على كل المعلومات التي تخص الرجل، وأوكل إلى 4 من رجال الفرقة الجنائية البحث في الجوار وطرق كل أبواب المنازل والعمارات التي توجد في محيط 50 مترا حول الفيلا مسرح جريمة القتل. تولى الضابط الإشراف شخصيا على عملية رفع آثار الأقدام في الحديقة وآثار العجلات التي رصدت قرب الجدار من حيث تسلق القاتل أو القتلة. أثبتت المعاينة التي قام بها الطبيب الشرعي لجثتي الرجل الخليجي والمرأة المغربية الشابة أنهما قتلا نتيجة تعرضهما لجروح غائرة على مستوى الصدر والرقبة استعملت فيها أداة حادة. في الوقت ذاته مكن تحليل آثار الأقدام التي أخذت من أرضية الحديقة من معرفة أنها لأحذية مطاطية، وأن آثار العجلات التي رصدت بجوار سور الفيلا تعود إلى عجلات من 3 أنواع. كانت العجلتان الأماميتان من نوع واحد، بينما كانت العجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين. وبينما كان فريق المحققين يقوم بمهامه إن داخل الفيلا أو في محيطها، وبينما كان الضابط أحمد المنصوري ينقل إلى رؤسائه المعطيات أولا بأول، في مرآب الفيلا كان السائق عبد القادر الحر ينتظر. كان في حالة توتر شديد. لاحظ الضابط أن الرجل يدخن بشراهة.
دنا منه وطلب منه أن يبلغه بكل ما يعرف. كان على عبد القادر السائق أن يخبر الضابط بكل معلومة حول الرجل الخليجي. سأله أن يحدثه عن ميوله وعن الأشخاص الذين كانوا يترددون عليه وعن كل شيء. بدا على عبد القادر الاضطراب، وفي لحظة ما بدا وكأنه خمن بأن لا علاقة له بجريمة القتل، وإذا لما لا يفضي بكل ما يعلم إلى الضابط. قرر الكلام، استرجع هدوءه وقال: إن الرجل سيد سليم سعودي استأجر السيارة من الشركة، وإن المدير كلفه بمرافقته وخدمته طيلة الفترة التي سيقيم فيها بالمغرب. أفضى عبد القادر للضابط بأن السعودي كان يبحث عن اللهو والملذات. قال: في رحلة الأولى معه وكنا في الطريق إلى فاس، أسر إلي بأنه يرغب في النساء الجميلات، ولكنني أجبته بما أفهمه بأنني لست من طينة أولئك الوسطاء. ليلتها بات هو في فندق فخم بفاس، وبت في السيارة. منذ إذن انحصرت علاقتي به في أن أقود به السيارة إلى حيث يريد. لاحظ الضابط أن الرجل يرغب في التعاون مع المحققين، ولذلك سأله عما كان يلاحظه خلال الأيام التي قضاها في خدمته. قال السائق: ما لاحظته وخصوصا في الأيام العشرة الأخيرة أنه كان يقضي كل ليلة مع امرأة مختلفة، أظن أنه كان يتعامل مع وسيط لعله سائق تاكسي، كان يأتيه بالفتيات والنساء، كثيرا ما كنت أراهن وهن تغادرن الفيلا صباحا. استوقف الضابط ما قاله السائق عبد القادر الحر في شأن الوسيط الذي قد يكون سائق تاكسي صغير. في تلك الأثناء عاد المفتش الذي أوكلت إليه مهمة استكشاف هوية القتيل من خلال الوثيقة البنكية، جاء بما يفيد بأن الرجل يدعى سليم أحمد صالح النجدي، وأنه سعودي الجنسية، ومن أوصافه أن برجله اليسرى عرج. في اتصال مع الطبيب الشرعي تأكد أن الرجل السعودي كان به عرج، لأن ساقه اليمنى أطول من ساقه اليسرى. مفتشو الشرطة الأربعة الذين أوكل إليهم رئيس الفرقة الجنائية طرق أبواب العمارات والمنازل المجاورة جاءوا بمعلومة ذات قيمة، فقد أفادت امرأة تعيش بمفردها في شقة تطل على الفيلا بأنه في صبح الاثنين وبينما كانت تطل من الشرفة لاحظت شخصين يتسلقان سور الفيلا، كانا رجلين ملتحيين ركبا سيارة أجرة صغيرة كانت تنتظرهما ثم اختفيا. كانت تلك المعلومة ذات أهمية كبرى في كشف اللغز، سنرى ذلك غدا. ملفات بوليسية.